وسهلا بكل البنات، انت تابعيني اول مره يشوفوني معاكم رضوى جلال. والنهارده حلقه جديده مش عارفه صراحه اسوي فيها ايه. جزء الستايلينج بتاعنا وبعدين راوند في تركيا، وطبعا انتظروا حلقات جايه جديده في اماكن تانية ما تخطركمش على بال. فلو حابين تتابعوني اعملوا اشتراك وسبسكرايب للقناه ولايك للفيديو، وتابعوني على الانستجرام رضوى جلال اوفيشال، وان شاء الله اشوفكم معاكم بشكل يومي في ستوريز انا وسليمان. اهلا بنات، حابه اوريكم طقم النهارده، هو بسيط قوي يعني. طبعا هو الحزام ده عادي، انا ممكن يعني يبقى من بره ممكن يبقى من جوه، بس هو لما لبسته من جوه شويه ادى شكل دكتور يعني، بس هو حلو. انا عادي، انا بالعكس انا مسميه ستايلش دكتور للطقم، حابه شكل الدكتور ده قوي. ايه تاني هقول لكم؟ طبعا احنا لو غيرنا شويه حاجات هيختلف جدا الاجسام، يعني لو شلنا الحزام خالص، لو طلعنا القميص بره، لو غيرنا شكل السكارف، اللفه، الاكسسوار، الشنطه، الشوز، انا حابه يبقى شكله حاجه اسمها سمارت كاجوال، اللي هو حاجه بين الفورمال وبين الكاجوال، بيبقى ميكسنج ماتيريالز مختلفه. يعني ده مثلا قطن القميص، لكن ده كريب، يعني كريب يعني دبل الخامه، كريب تقيل وده كريب تقيل، الاثنين فيهم ماده زي ستريتشنج شويه بيمط. والشوز نايك، والسكارف اهو خامه ستان زي ما انتم شايفين. اللوك اللي هو يعني الوشي انا بحط حاجات بسيطه قوي، وطبعا في سان بلوك كبيز، وعملت كمان حطيت عليه الاي كوركتور وبس، وروج بسيط وحطيته هنا، وطبعا شويه اي شادو وماسكارا واي لاينر ومسكره حواجب بثبت بيها الحاجب اكتر من بلونها. هعمل لكم اللوك كامل، اكتبوا لي في التعليقات لو انتوا حابين حاجه زي كده. بس والشنطه دي انا بقيت احبها قوي، ان بتليق على الوان كتير، بتليق على البيج، بتليق على الابيض، بتليق على الرمادي، لطيفه جدا بلبسها في اغلب الاطقم. انا في مول استينيا بارك، اول مره اجي صراحه، سمعت انه حلو قوي، فتعالوا نجرب نشوف كده اللي فيه. انا داخله عند اللي هو طبعا في هنا مكان لازم تمر على مكان وكده، الاطفال طبعا ما بتمرش، فيلا بينا. صوريا انا بس عايزه اوريك الساعه الساعات، بس الساعات شكلها حلو قوي. الشمس بقى فيه رهيبة يعني، بس حواليا بس ورايا يعني الشمس طالعة، الإضاءة تحفة، محلات كتير قوي لها علاقة بالديكور، محلات لها علاقة بحاجات البيت، يعني راقي كتير، والناس فيه سياح كتير قوي. في سليمان بيتكلم. بصوا هواوي عامل زي مكان تشوف فيه كل حاجته ومنتجاته وتتعرف عليها أكتر وتعرف الأسعار وهكذا. انا ام نوت ا بيج فان يعني، بس هشوف كده ايه الحاجات اللي موجوده. ايه اللي بصوا مثلا كل الموبايلات الجديده اهي، منتجات بقى الساعات اللي سمارت، في بقى كل الاكسسوارات. اعتقد سعره قل شويه من بعد المشكله اللي حصلت. انا ماليش في الالكترونيكس تماما يعني، اخري الحاجات المعدات اللي بشتغل بيها، وكم موبايل كده وكم فيتشر يعني. الشخص بتاع اللبس وكده بيبقى صعب خالص يبقى بتاع موبايلات. بصوا الوال دي يعني مجسمه، اتصور معاها. ده اسمه اكسبيرينس ستور، مش محل يعني، انت بس بتقعد تلعب في الجهاز وتجرب. يعني بصوا هنا، بصوا انا بغير الاضاءه بالجهاز، اسمه فوتو ستوديو، ده تقريبا اب بينزل مع ال، خليه يكون لونه احمر. اوه كده على باك جراوند حمراء. دي فوتوغرافرز خدوا الصور بالموبايل اهو، كل دي صور ناس خدتها، حتى كاتب لك اسم الموبايل الاديشن بتاعه والصوره، طبعا يعني فيري بروفيشنال بالنسبه ان هي الموبايل. ف في مكان برضه كده، وده عشان تجرب فكره انك تصور بالنايت مود هيطلع عامل ازاي.
بصوا زي الموبايل يعني بيقول لك دي شرايح الحاجات اللي جوه الموبايل بيتكون من كده. بصوا اهو تاني انا جيت بصيت من ورا او الموبايل كامل، جيت بصيت من قدام شوف الموبايل اهو، ودي اللي هي الانسايتس جوه الموبايل. محلات واتسون عامله 50% سيل، الستات ما زالت بتتقاتل. انا حاسه ان انا محتاجه حاجات كتير، من كتر ما انا حاسه ان انا محتاجه حاجات كتير وهقعد كتير مش هدخل اصلا هريح نفسي. بصوا محل انجلش هوم انا قلت لكم عليه كذا مره، ده من افضل الحاجات اللي فيها بقى فوط ملايات اكسسوارز بيت صغيره اسعارها حلوه جدا. يعني بصوا الفوط بكام؟ 24 ليره، وفي كمان ملايات جوه اهي 39. حاجته راقيه ورقيقه وسيمبل، انا بحب حاجته جدا بصراحه، ويعني برق شاكرا ده احلى معطرات للملابس. يعني عنده حاجات كتير بس اشهر حاجه معطر الملابس بتاعه، او معطر الفراش، او معطر البيت. الناس كلها بتيجي تجيب من عنده، انا اصلا واقفه الريحه فظيعه، ريحه نظافه عجيبه، ريحه نظافه. بس من الاخر سليمان ماشي باي باي لاي حد يشوفه ضحك، يعني ملوش حل. بس اصلا الشمس مع الضوء من فوق عامل ازاي جنن. ازاي قاعده برضه زي ما قلت لكم، محلات الاكل والحاجات اللي لها علاقه بالمطابخ طول الوقت موجوده، وكراشة طبعا وان اوف ذا بيست، يعني ممكن اي حد يجي يجيب منه يعني تحفه واسعاره كويسه. وبقى في بقى حاجات ده ايه ده مودية على ملاهي اطفال. دكتور اللي انا لابساه ده سليمان عايسي. الماركات النظيفه نوت نوت كوتو كوترين ومش عارفه ايه، بس بصوا الستايلز عامله ازاي، يعني اصلا اغلب اللي جوه عربي يعني، لان هما الحاجات دي في اي بي يعني، ففي الاغلب بي. وفي اتش ان ام، في ان يو ده حلو قوي، ونارس طبعا الميك اب. المول بشكل عام كلاس يعني اي، ويعتبر نظيف راقي قوي ومميز. يو اس بولو فاتح، انا كنت عايزه في شنطه كده كانت عجباني قوي، اي هوب تنزل في السيل، بس اعتقد لا شنط يو اس بولو مش بينزل عليها خصم، فهشوف. بصوا ورايا سرايا الزحمه عامله ازاي، طبعا انا حتى لو فكرت اكل في حاجه يعني ده بتروح. بصوا اصلا فود كورت كله عامل ازاي، زحمه فظيعه، مش عارفه الاقي حاجه اقعد فيها او اكل. يعني انا كان في دماغي اخد كوفي مع سويت او حاجه، بس بدات اجوع. بفكر اخد بيلاف اللي هو الرز، بيلاف مع بس كده فاتح ايه بس اسبانيا بارت شيك شاك اللي هو موجود برضه في الدوحة، تحفة طبعا. هو يعتبر اليت برجر يعني في اي بي برجر بقى، برجر راقي يعني طعمه حلو، بس انا مش عارفة هو مبالغ شوية في اسعاره، بس هي الناس بتحبه يعني، باين من ورايا اللحمة فظيعة. وفي هيجن داز انا ما بحبوش قوي بصراحة، بفكر يعني كل ده. بص الناس قد ايه، طبعا انت قدامك اصلا اللحمه وكل حاجه بتتعمل. انا هاخد اللي هو الريجولر برجر ومن غير اي اضافات، وبطاطس ريجولر برضو عشان كل حاجه تبقى ريجولر. يلعب في الناس ويشد اكلهم ويشد حاجة كومبليت. طيب ممكن شوية هدوء؟ هو مع عجبان الحاجات دي. We'll be right back.
قوي مفيش. ده اللي هو الميلك شيك تحفه طبعا، سليمان عايز يموتني عشان ياكله. لسه بقى هشوف اكله بقى الحاجات ازاي. ما تنسيش تدوسي سبسكرايب، اشتراك في القناة، فعلي الجرس، وكمان تابعيني على الانستجرام بنفس اسم القناة رضوى جلال اوفيشيل. بكون معاكم بشكل يومي.